نفت ياسمين رئيس كل ما نشر حول تقديمها دور البطولة النسائية مع الفنان محمد حمائي فيلمه الجديد الذي يخوض به تجربة التمثيل لأول مرة. وقالت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية إن الفنان محمد حمائي بدأ في تصوير الفيلم بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، وهو إنتاج محمد الدياستي ومن تأليف أيمن حبيب. يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تشارك حالياً في فيلم من ظهر الراجل، وهو من بطولة الفنان آسر ياسين وباسم سمرة وياسر جلال وصبري فواز وشريف رمزي ووليد فواز، ومن تأليف محمد أمين راضي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي في تالي تجاربه الإخراجية. كما كرمت ياسمين رئيس مؤخراً في المهرجان القومي للسينما كأفضل ممثلة عن فيلم فتاة المصنع. قمر يا بنت لو شفتيه، حاجة كده 5 أدوار. مش لابس دبلة. 7 نقط يا بنت وتلاقيه مستنيك. هو مين ده يا خالتي؟ الفرح والزينة. بص يا بنت الزينة، عارفة يا خالتي لما بشوفه بتلج وعرق ونمي وادي عارف سر من غزي منه. يا واد يا تقيل. والزغاريت يا عيدة. وبعدين معاكي بقى.